أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة نتائج التحقيقات حول حوادث الاغتيالات في عدن وتورط نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بتلك العمليات. كشفت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن تفاصيل جديدة في حادثة اغتيال الداعية السلفي سمحان الراوي وتورط نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بالوقوف وراء العملية. وبحسب الاعترافات فإن هاني بن بريك كلف المتهم الأول حلمي جلال بتجنيد فرق اغتيالات قوامها 30 عنصرا لتصفية قائمة تحوي أئمة مساجد وشخصيات أخرى. نتائج التحقيقات أثارت ردود أفعال واسعة، حيث دعت منظمة سام للحقوق والحريات الحكومة ولجان التحقيق الأممية إلى فتح تحقيق مستقل حول مساهمة الوزير السابق الموالي للإمارات هاني بن بريك في جرائم الاغتيالات بعدن. المنظمة قالت أنها حصلت على وثائق رسمية مصدرها النيابة العامة تثير الشكوك حول دور بن بريك في جريمة اغتيال الشيخ الراوي، أول ضحايا سلسلة الاغتيالات التي طالت خطباء وأئمة مساجد وناشطين سياسيين وشخصيات اجتماعية مؤثرة. نتوقف عند هذه التداعيات لنناقشها في محورين: ما هي الأهداف الخفية من وراء تلك العمليات؟ وما هو المتوقع من الشرعية والمنظمة الدولية بعد أن تكشفت القضايا واعترف الفاعلون؟ لكن بالبداية نذهب لمتابعة هذا التقرير. لغز اغتيالات عدن يتكشف تباعا، وأسماء قيادات كبيرة فيما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على رأس قائمة المتورطين. ذا كما كشفت عنه محاضر تحقيقات النيابة العامة في حادثة اغتيال الداعية السلفي سمحان الراوي. فبحسب الاعترافات المذكورة في محاضر التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ العملية، فإن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك كلف المتهم الأول حلمي جلال بتجنيد فرق اغتيالات قوامها 30 عنصرا لتصفية قائمة من الشخصيات، كان على رأس تلك القائمة الشيخ سمحان الراوي الذي تم اغتياله مطلع العام 2016. الراوي كان فاتحة لعديد من الاغتيالات التي قيدت ضد مجهولين وطالت دعاة وأئمة مساجد وناشطين سياسيين وشخصيات اجتماعية مؤثرة. الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تضمنت معلومات تفيد بأن نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك أرسل صور الشيخ الراوي للخلية التي سبق وأن أمر بتشكيلها عبر تطبيق الواتس أب باعتباره الهدف المراد تصفيته. خلية الاغتيال اعترفت أيضا بأنها تسلمت 4 بندقيات روسية الصنع، إضافة إلى سيارتين ومبلغ 1,000,000 ريال لكل واحد من أعضاء الخلية مكافأة على قتلهم الشيخ الراوي، مقدمة من نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك عبر أخيه الشقيق صلاح. معسكر التحالف الواقع في منطقة البريقة كان ملتقى لعناصر الخلية بهاني بن بريك، وهناك كان يتم التفاوض والتخطيط لكل عمليات الاغتيال. ورغم ثبوت الأدلة بتورط بن بريك، إلا أن النيابة تعجز أو ربما تتخوف من استدعائه واستجوابه حتى الآن، وذاك يعني الكثير لمن يبحث في تفاصيل الملف الأمني لمحافظة عدن الذي يدار من قبل أجهزة تتبع دولة الإمارات، ويتربع بن بريك في هرم القيادات لتلك الأجهزة. كما أنه يعني أيضا أن العاصمة المؤقتة تدار ضمن مخطط أول مراحله الاغتيالات ونهايته إجهاض الشرعية والانقلاب عليها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، كما وأرحب بضيوفي من اسطنبول القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني، أيضا من فيينا ينضم إلينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أبدأ معك سيد عادل، أهلا بك. حياكم الله. بداية يعني ما هو تعليقك على نتائج تحقيقات النيابة العامة في حادثة اغتيال الشيخ سمحان الراوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله تحقيقات النيابة واضحة جدا في ذكر القاتل وذكر الممول وذكر الداعم ومكان اللقاء ونوعية السلاح ونوعية السيارة. نعم. ومراسلات الواتساب،
يعني متكامل الاعتراف، وهو اعلى درجات الادله والثبوت عند الجهات المختصه في البحث والنيابه والجنائيه هي ان يعترف المتهم بهذا. نعم، باعتبارك معتقل سابق في السجون التابعه للامارات ومطلع يعني عن قرب على تحقيقات النيابه العامه، هل لديك معلومات اضافيه لم ترد في هذه التحقيقات؟ والله قتل الشيخ الراوي هو ضمن سلسله من الاغتيالات في عدن، يعني ظهرت هذا من الجريمه بتوثيق نيابي وبحث وادله ثابته، لكن هناك دماء اخرى يعني متورط فيها الاماراتيين، متورط فيها هاني بن بريك وبرفع اسماء. نحن عندما كنا في المعتقل عرض علينا، يعني عرض على كثير من المساجين ان يعملوا ضمن هذه الخلايا، وكانوا يعني يقننونها بتقنين ديني، يعني يقولوا هؤلاء خوارج، هؤلاء حزب الاصلاح، يا اخوان المسلمين يجب انكم تتعاونوا معنا، انظروا الى الشيخ منير السعدي، انظروا الى الشيخ علي الحذيفي، انظروا الى محمد الوالي، انظروا الى الشيخ هاني بن بريك، فاسماء كثيره يعني كانت تتعاون في هذا الملف، وهم متورطين في قتل الدعاه الذين يسمونهم باصحاب الجمعيات ويسمونهم بالاصلاح ويعتبرونهم من الخوارج الذين يستحلون دماءهم. بالامس هاني بن بريك نزل على موقع في تويتر أن سيستمر في القتل بقتل الإخوان المسلمين أعضاء حزب الإصلاح باعتبارهم خوارج. نعم. ابقى معي سيد عادل، أنتقل إلى ضيفي من فيينا الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق أهلا بك، كيف تعلقون بداية في منظمة سام على نتائج تحقيقات النيابة العامة وتورط قيادة المجلس الانتقالي في هذه الحوادث، حوادث الاغتيال؟ مساء الخير لك والجميع ولضيفك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. أولا نحن ننظر لما تم تسريبه من محاضر تحقيقات النيابة ومذكرة الرأي وقرارة الاتهام مؤخرا من منظور قانوني صرف استنادا للقانون الإجراءات الجزائية اليمنية وتعليمات النيابة العامة والتي تلزم أعضاء النيابة العامة بفتح تحقيق مباشر مع كل شخص يرد اسمه ضمن قضية من القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون اليمني، سواء كانت هذا الشخص فاعلا أصليا أو مشتركا أو متماليا أو مقدم مساعدة قبلية أو مساعدة لاحقة أو أثناءها. وهذا هو الثابت كما هو واضح من محاضر تحقيق النيابة، أن المتهمين المشمولين بقرار الاتهام الثلاثة الأفراد اعترفوا وأقروا على أنفسهم بأنهم ارتكبوا جريمة مقتل الشيخ سمحان الراوي، واعترفوا أيضا على هاني بن بريك وأشخاص آخرين، مما يجعل هؤلاء الأشخاص ضمن المشتبه بهم الذي من الواجب على النيابة العامة أن توجه باستدعائهم والتحقيق معهم وتحقيق كل هذه الأدلة لتصل إلى الحقيقة كاملة. لكن يبدو أن النيابة العامة كانت تعيش في ظل ظرف استثنائي، سواء هذا الظرف أمني أو الظرف حتى على المستوى الإداري، مما جعل النيابة العامة تحاول أن تقتصر بقرار اتهامها حول المتهمين الذين نفذوا هذه الجريمة دون الالتفات إلى الجريمة إلى بقية عناصر الجريمة. ونحن نؤكد من خلال ما اطلعنا عليه أن هذه القضية وقضية الاغتيالات في عدن ليست قضية جنائية تمس أو تخص أناس محددين، سواء أولياء الدم لسمحان الراوي أو غير سمحان الراوي، وإنما هي قضية أمن عام تمس أمن الجمهورية اليمنية، تمس سيادة الجمهورية اليمنية، تمس أيضا حرمة الدم اليمني، خاصة مع ورود أنباء أو معطيات سابقة نشرها الموقع الأمريكي بيرزفيت عن تعاون إمارات أو استئجار الإمارات المرتزقة إمارات أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ عملية اغتيالات سياسية. يبقى اليوم هذا العنصر مهم، عنصر الأعضاء الداخلين والخلايا الداخلية، ومدى ارتباطها بهؤلاء المرتزقة، مدى تعاونها بالإمارات، هذه
يجب اليوم أن تأخذ ليس حيزا كبيرا، لأن اليوم أصبحت تمس المجتمع اليمني بأكمله أو المجتمع العدني على وجه الخصوص والحكومة الشرعية، لأن هذه الجرائم شوهت الحكومة الشرعية، قوضت الأمن والاستقرار في محافظة عدن، وفتحت كثير من التساؤلات الذي يجب على المجتمع أو من المفترض على المجتمع اليمني أن يعرف إجاباتها بدقة ليشعر بالأمان والطمأنينة. نعم، ابقى معي أستاذ توفيق. أعود إلى ضيفي عادل الحسني. أستاذ عادل، يعني هناك شخصيات تم ذكرها من ضمن هذه التحقيقات، هاني بن بريك، لكن لماذا النيابة لم تقم باستدعائه؟ لماذا لم يتم التحقيق معه وفق الإجراءات؟ لأنه يمتلك جيوش على الأرض لا تمتلكها النيابة، النيابة لا أحد يحميها، لا توجد سلطة على الأرض غير سلطة الجيوش الميليشياوية هذا التي تخضع الإمارات. من حق يعني نحن نمتدحهم أنهم سلموا الملف لأسرة الراوية ولمكتب الرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وأخلوا ذمتهم، يعني هذا نعتبره إنجاز من النيابة العامة في 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 في, في عدن، نظرا للظروف الأمنية المتواجدة. قضية وصلت إلى قاضي المحكمة القاضي وهيب فاضل، فاعتذر تماما وأرجع الملف إلى النيابة وقال من يحميني من هؤلاء؟ هؤلاء إذا قتلوا الدعاة وقتلوا الأمة وقتلوا العسكريين، فكيف أنا الذي سأحكم فيهم؟ يعني ما استطاع. وأنا لا أستبعد أختي الكريمة، أنا أقول لك سأقول لك الآن أمر مهم، لا أستبعد أن يضغطوا على وكلاء النيابة أو يضغطوا على جزء من وزير العدل أو غيره ليكذبوا الملف كامل. هؤلاء يعني عصابة إجرامية ربما يفعل المستحيل، وإن كان الملف واضح لكل رجل قانوني وحقوقي يعرف العمل. نعم، إذن يعني كيف تقرأ صمت الشرعية في هذا الإطار؟ والله الشرعية لا تستطيع أن تتواجد على الأرض، يعني لا تنتظري منها شيء أخي الكريم. يعني الشرعية في مرحلة ضعف، الشرعية في مرحلة ترهل، الشرعية في تفكفكات. حتى الإماراتيين لا أخفيك أنهم استقطبوا قيادات كثيرة من الشرعية، وأنا التقيت بشخصية بنفسي التقيت بشخصية عسكرية ولمت على بعض المواقف، قال لي يا أخي الشرعية أقفلت الأبواب دوننا بينما الإماراتيين فتحوا الأبواب والتقوا بنا في الإمارات في القاهرة وأعطونا مال وأعطونا سيارات وأعطونا، بينما الشرعية يعني لا تقوم بعملها بل لا تتواجد على الأرض، وإذا تواجدت كما قال رئيس الوزراء علنا أنه لا يتدخل في الشؤون السياسية ولا الشؤون العسكرية. فسمي لي يا أختي الكريمة رئيس وزراء في الدنيا يقول عن بلاده أنه لا يتدخل في الشؤون السياسية ولا الشؤون العسكرية، فمعنى ذلك أن في حاكم عسكري على الأرض يحكم البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كيف تقرأ تعليق نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك الذي لم ينكر التحقيقات وأيضا وعد بمواصلة ما أسماه الحرب على الإرهاب؟ والله أنا الذي يبدو لي أن كبش فداء، هذا كبش فداء الإماراتيين، يعني سيجعلونه هو البعبع، وهو في الحقيقة لم طوال حياته لم يستطيع أن يقتل دجاجة، ولكن هؤلاء هم الذين جعلوا منه مجرم ودموي، فهم الحقيقة الذي يتحمل المسؤولية الحقيقية قانونيا ودوليا، ونحن سنلاحقهم بالمحاكم الدولية والمحافل ومؤسسات المنظمات. هم الإماراتيين الذين يمتلكوا السلاح، الذين يمتلكوا المدرعات، الذين يمتلكوا المال. هاني بن بريك لا يستطيع أن يقود خلية واحدة، فضلا عن خلايا وميليشيات وجيوش ومدرعات ومعسكرات، كل هذا يتحمله الإماراتيين بدرجة رئيسية، يجب أن نركز على هذا الكلام. نعم، إذا عادل الحسني القيادي السابق في المقاومة الجنوبية كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. وأعود إليك ضيفي من فيينا توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، يعني ما هو المتوقع من الحكومة الشرعية من تعليق على حوادث الاغتيالات وما تكشف عن نتائج التحقيقات؟ لا حقيقة نحن لا نتوقع على المستوى العملي شيء. يعني عندما نشر الموقع الأمريكي بارز فيد معلومات عن وجود علاقة بين مستأجرين أو مرتزقة أمريكيين وفرنسيين استأجرتهم الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عملية اغتيالات سياسية في عدن، لم يصدر حتى بيان واحد من الحكومة الشرعية، لم تتحرك الأجهزة القضائية حتى وتفتح ملف للتأكد من صحة هذه المعلومات من عدمها. وبالتالي نحن أيضا لا نتوقع كثير، لأنه هنالك كما ذكر الأخ إشكالية تتعلق بالإشكالية الأمنية، وأيضا هنالك إشكالية تتعلق ببنية القضاء اليمني. اليوم هنالك القضاء اليمني على المستوى الفني أيضا لا يمتلك المؤهلات الكاملة والكافية لفتح
تحقيق بهذا الحجم. القضايا ذات طابع حقوق الإنسان تحتاج إلى قضاء مؤهل تأهيلا خاصا على المستوى الفني وعلى المستوى القضائي وعلى كافة المستويات. لكن في 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 الحد الأدنى من التحركات لا نتوقع شيء. اليوم الحكومة الشرعية مسلوبة الإرادة، مقلمة الأظافر، مسلوبة القرار، غير متواجدة على الأرض، وبالتالي نحن لا نتوقع الشيء الكثير. لكن الذي نعول عليه بدرجة أساسية هو إذن يعني بالتالي ماذا عن المنظمات الدولية، ما هو دورها وما المتوقع منها؟ أيضا المنظمة الدولية دورها بالأساس هو أمرين: أولا يكون دور كاشف للجرائم والتحقيق فيها، والأمر الثاني هي دور ضاغط، بمعنى تشكيل رأي دولي ضاغط ضد هؤلاء، ضد منتكبي حقوق الإنسان. ونحن كما أشرنا في بياننا اليوم طالبنا الحكومة الشرعية وطالبنا لجان التحقيق الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان أو التابعة لمجلس الأمن التي تحقق بشأن الجرائم في اليمن. هذه اللجان مطلوبة اليوم، وإن من خلال تواصلنا ندرك أنها تتابع هذا الملف منذ فترة. نعم. اليوم يجب أن تأخذ هذه الوثائق التي خرجت للإعلام في عين الاعتبار، تتمعن بما جاء فيها، تدقق، تقرأ، تتواصل مع الأطراف، لأنها اليوم نعتقد بأنها أكثر استقلالية وأكثر مهنية، وتمتلك أيضا سند أقوى من الحكومة الشرعية بكثير لتحقق في هذا الملف. نعم، ابقى معي سيد توفيق. أرحب بضيفي المحلل السياسي ياسين التميمي. أهلا بك معنا أستاذ ياسين. إذن ما الذي يمكن أن تغيره نتائج هذه التحقيقات وكشفها للعلن، سواء على الصعيد الميداني أو حتى على الصعيد التقييم الدولي لتواجد الإمارات في اليمن بعد أن ثبت تورط رجالها وأتباعها؟ تحية لك أستاذ نضال والمشاهدين ولضيفك الكريم. الإدعاء العام قال كلمته بشأن سلسلة من الأحداث التي ضربت عدن خلال السنوات الماضية، استهدفت شخصيات، غيرت وجه الحياة في عدن، حولتها إلى مستنقع أمني خطير جدا، هددت حياة الناس. هذه هذا البلاغ أو هذا الإعلان من جانب الإدعاء العام حدد بوضوح وشخص بوضوح الطرف الذي يقف خلف كل هذه الفوضى وجرائم الاغتيال السياسي والاستهداف المباشر لحياة الناس وللشرعية نفسها ولوجودها. كان هؤلاء الناس يتخفون خلف صمت الحكومة الشرعية والقضاء والادعاء العام الذي صمت طويلا ولم يفصح عن هذه الوثائق والأدلة القطعية التي بيديه. اليوم نحن أمام حقيقة واحدة، وهو أن الأطراف التي تهيمن على عدن في هذه المرحلة هي أطراف تعمل ضد القانون، هي أطراف إرهابية، أطراف خارجة عن القانون، وبالتالي الجهة الإقليمية التي تقف خلف هذه الأطراف اليوم تتآمر على كيان الدولة اليمنية، وهي مسؤولة سياسيا وقانونيا وأخلاقيا عن كل الجرائم التي استهدفت الأبرياء في عدن، جرائم الاغتيال السياسي التي طالت شخصيات سياسية وأمنية ودعوية في مدينة عدن، وهذه جرائم لا يمكن أن تسقط بالتفاضل. أيضا هذا البيان الصادر عن الادعاء العام يعيد توجيه الأحداث في عدن ويبطل كل الادعاءات التي كانت تتحدث عن الإرهاب ما الإرهاب، واتضح أنه الطرف الوحيد اليوم في عدن الذي مارس الإرهاب والقتل المنظم خلال السنوات الماضية هو طرف ممول من جانب الإمارات العربية المتحدة، وهي اليوم مسؤولة كاملة أمام المجتمع الدولي، وبالتالي لا يجب أن يتوقف الأمر عند حد الإفصاح عن هذه المعلومات. يجب أن يتطور إلى مطالبات بالتحقيق والمحاكمة. سيد ياسين، يعني كيف تقرأ توقيت الكشف عن نتائج هذه التحقيقات، خصوصا مع ما يتم الحديث عن انسحاب جزئي لقوات الإمارات من بعض المناطق في اليمن؟ أنا أعتقد أن الإمارات وتوابعها يتصرف يعني يدفعون بالأوضاع في هذه المناطق إلى حافة الهاوية، يعتمدون سياسة حافة الهاوية. أعتقد أن الحكومة اضطرت ربما هذه المرة لأن تقسي مواجهة السلوك التخريبي الذي يستهدف وجودها
في عدن وفي المحافظات الجنوبية، فأخرجت ما في الملفات من معلومات وحقائق التي ربما كانت أجل الإفصاح عنها بسبب ترتيبات قد تكون مرتبطة بضغوطات سعودية إماراتية. اليوم بما أن الأمر يتجه إلى حد تقويض السلطة الشرعية ومحاولة خلق وقائع جديدة وكيان جديد يحل محل السلطة الشرعية ويقوم بهذه المهمة بوسائل عنفية عسكرية، وبعد أنباء عن وجود 90,000 جندي مزودين بأسلحة متطورة من الإمارات ويستعدون لخوض مواجهة حاسمة مع السلطة الشرعية، فكان لابد من توصيف هذا الطرف الذي يقوم بكل هذا العمل بصفة لماذا وما الذي عمله وما هي مخططاته وما هي أدواته في تحقيق أهدافه السياسية. نعم، ابقى معي أستاذ ياسين. أعود إلى ضيفي توفيق الحميدي. سيد توفيق، برأيك يعني ما هي الأهداف وراء هذه العمليات، عمليات الاغتيال، وهل كانت هذه الشخصيات يعني مصدر تهديد للإمارات ووجودها في عدن؟ لا، لا أعتقد أن العملية الاغتيال السياسي الذي تم في عدن كان يهدف إلى إعادة هندسة البنية الإدارية والسياسية والمجتمعية في عدن لصالح طرف من الأطراف، بمعنى أنه كانت تسعى إلى تفريغ عدن من القوى الحية التي الموالية للشرعية والتي يمكن أن تكون مصدر رفض للأهداف الإماراتية المصنوعة على الأرض، أيضا تعميق الفوضى وإظهار الحكومة الشرعية بالمظهر الضعيف وكسر الثقة بين الحكومة الشرعية والشارع اليمني. هذه الأهداف كانت واضحة، لأنها هي احنا في تقرير منظمة سام الذي أصدرناه في ديسمبر عام 2018 بعنوان القاتل الخفي ذكرنا الفئات التي استهدفتها الاغتيالات والمناطق الحيوية، منها المطار، منها البحث البنائي، منها جهاز الأمن السياسي، أيضا السياسي، بمعنى أن في جهاز كانت تتعلق بمعلومات، تتعلق باستخبارات، أيضا متعلقة بالمطار بمرور شحنات، بقدوم أسلحة، يعني السماح بالتنقل سفر ناس ودخولهم إلى غير ذلك. كانت هنالك عملية متكاملة واضح أنه كانت من أجل السيطرة على العرب وإسكات كافة الأصوات التي يمكن أن تقول لا لدولة الإمارات العربية المتحدة والأطراف التي كانت تسعى للسيطرة بشكل كامل على عدن. نعم، السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي ياسين التميمي. سيد ياسين، يعني برأيك ما الذي تخبئه الإمارات غير مسلسل الاغتيالات، وما الذي نتوقعه في قادم الأيام؟ الإمارات طبعا هي مسلسل الاغتيالات كان هو النسق الأول من خطتها لإخضاع المحافظات الجنوبية وإخراجها من سياقها العام وتجنيف نفوذ السلطة الشرعية من خلال استخدام هذه الهروات الاغتيالات. الآن طبعا طورت أدواتها باتجاه تحقيق أهدافها. هذه الأدوات اليوم تأخذ شكل المواجهة العسكرية المباشرة في الميدان مع السلطة الشرعية، احتلال المرافق العامة والاستراتيجية، منع تصدير النفط، تفجير أنابيب النفط، خوض معارك وجولات عسكرية مع الوحدات النظامية التابعة للسلطة الشرعية، ترقية الخطاب، ليس ترقية، تصعيد الخطاب الإعلامي والسياسي ضد السلطة الشرعية ورموز داخل السلطة الشرعية واتهامها باتهامات باطلة. كل هذا بطبيعة الحال يندرج في إطار مخطط لمحاصرة الشرعية. الآن بيأتي في إطار إعلان الإمارات التكتيكي لإعادة يعني لإعطاء المجتمع الدولي فكرة بأنها فعلا انسحبت من الساحة اليمنية، لكن في حقيقة الأمر هي تعيد تموضعها ضمن هذا المشروع التخريبي الذي تدعمه وتريد أن تصل من خلاله إلى أهدافها في الهيمنة على المحافظة الجنوبية وسلخ قبيلة الصخرة. هدفها بطبيعة الحال هو إنهاء نفوذ الشرعية في هذه المناطق، خلق قوى أمر واقع في المحافظة الجنوبية تدخل كثرة ثالث في تسوية الأمور في اليمن خلال المرحلة المقبلة من خلال هذه الأدوات العسكرية التي زودت فيها قوة الأمر الواقع ومن خلال الشعار المرفوع وهو الانفصال عن الجمهورية اليمنية. إذا نحن أمام مشروع خطير للغاية، وصاعد من تجريف واغتيالات إلى استهداف سياسي لكيان الدولة اليمنية.
نعم أستاذ ياسين، كيف تقرأ ردة فعل هاني بن بريك الرجل الأول للإمارات في عدن الذي لم ينكر نتائج هذه التحقيقات، أيضا توعد بمواصلة ما سماه الإرهاب؟ نعم، هو طبعا يتبنى الخطاب الإماراتي ويستند في هذا الخطاب الاستفزازي الذي يقر فيه بوضوح بأنه وراء قتل هذه الشخصيات، وهو يتعبد إلى محمد بن زايد بهذه الأعمال القذرة جدا والسيئة جدا، عندما يرى أن من أولوياته محاربة فئة واسعة من المجتمع واتهامهم بالإخوان والخوارج وإلى آخره إلى آخره. هذا الرد الآن هذا يمثل قرينة قائمة بذاتها يقر فيها بأنه يمارس هذه الأعمال لأهداف سياسية واضحة وفي إطار تصفية حسابات سياسية مع خصوم سياسيين. أنا أعتقد أنه هاني بن بريك أهدى القضاء والنيابة العامة وثيقة مهمة للغاية، ولا يمكن أن ينكرها ولا يمكن أن يتخلص منها خلال الفترة المقبلة، وعلى النيابة العامة اليوم أن تدرج هذه التغيير. نعم، شكرا لك المحلل السياسي ياسين التميمي كما وأشكر ضيوفي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فيينا، أيضا القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني من اسطنبول. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، كما والشكر والتحية مقدمة لكم من معد هذه الحلقة باهر أبو المجد وكافة الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء في حلقة قادمة.